للحديث حول فكرة المقال نرحب بالكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي. صباح الخير أستاذ سلامة. أهلا صباح النور أخي. سيدي، بما أنه التوقعات تشير إلى يعني صعوبات اقتصادية أو تحديات كبيرة سنواجهها، هل تستطيع الحكومة اتخاذ خطوات استباقية لتخفيف تأثير تداعيات هذه الآثار على الاقتصاد الأردني؟ نعم، باستطاعة الحكومة أن تعلن أو أن تقوم بإجراءات تحوط لأي شيء قد يكون لا سمح الله يؤثر على الاقتصاد في أي قطاع. الحكومة باستطاعتها أن تعد خطة الآن للقطاعات التي قد تتأثر في حال استمرار حرب الإبادة هذه التي يقوم بها كيان الاحتلال ضد الأهل في غزة لفترة طويلة لا سمح الله، وأن تقوم بتوفير كافة السبل أو الإجراءات أو الإمكانيات حتى تدعم استمرارية هذه القطاع. والكل يتذكر أن الأردن له خبرة تراكمية إيجابية في هذا الموضوع خلال فترة كورونا. كورونا عندما توقف الاقتصاد كليا عن الأنشطة، عندما توقفت الأنشطة الاقتصادية عن العمل كافة، وتوقف الاقتصاد عن أي ممارسة عمل نتيجة الحظر، الحكومة اتخذت إجراءات قوية ومهمة تمثلت في توفير نوافذ تمويلية من البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص من أجل دفع الرواتب وشراء مصروفات الإنتاج، أيضا الضمان الاجتماعي، أسس برنامج استدامة الذي دفع رواتب القطاع الخاص. نعم طيب أستاذ سلامة، أستاذ سلامة، في عندما حلت جائحة كورونا كان الضمان الاجتماعي يستطيع أن يدفع، كان هناك يعني قدرة على ربما مسايرة وتخفيف أثار كورونا، لكن بعد كورونا هل نستطيع أيضا أن نخوض نفس التجربة من جديد؟ نعم بالعكس، بعد كورونا الضمان صار أقوى لأنه صار هناك توسيع لقاعات الشمول، توسيع لقاعات الشمول في الضمان الاجتماعي، أعداد الذين انتسبوا إلى الضمان بعد كورونا كان أعداد كبيرة، ولذلك الوضع المالي للضمان الاجتماعي أفضل بكثير مما كان عليه قبل كورونا. ولذلك الحكومة يعني الضمان الاجتماعي والحكومة والجهات الرسمية تملك الخبرة وتملك التجارب السابقة والقدرة المالية أيضا، فلذلك لا يوجد شيء ما يمنع من تكرار هذا المشهد بأشكال وإجراءات متنوعة أو تكون مختلفة قريبا. نعم طب إن توسعت الحرب إقليميا أو حتى دوليا، يعني هذا سيوقف كل سلاسل الإمداد والتوريد، ستوقف كامل ربما الاستيراد من الخارج، يعني هنا ماذا يجب أن تفعل الحكومة اليوم؟ يعني إذا لا سمح الله توسعت الحرب إقليميا فلا يمكن هناك لأحد أن يستطيع أن يقرأ المشهد. التداعيات ستكون وخيمة ليست على الأردن، ستكون وخيمة على المنطقة كلها. حينها ما سيحدث في البلاد الأخرى سيحدث في الأردن، ولن يكون هناك يعني شيء خاص يميز الأردن. لكن علينا أن 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 أن, أن نوضح مجموعة من الحقائق. نعم. الأردن اليوم مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا الاتفاق يوفر له خلال السنوات الأربعة المقبلة تسهيلات مالية ضد أي صدمات خارجية، وجاء التوقيع الأخير قبل أسبوعين في وقته حقيقة للسنوات الأربع المقبلة. هذا أولاً. اثنين، الأردن يملك اتفاقية مذكرة تفاهم مساعدات مع الولايات المتحدة لسبع سنوات مقبلة، وهذه أيضاً تساعده على استقراره وتعزيز استمرارية نشاطه. يعني فلذلك الأردن من الناحية الدولية يتلقى دعم حقيقة. أيضاً نفس الموضوع مع الاتحاد الأوروبي، الأردن وقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مساعدات ثلاث سنوات قادمة بحوالي مليار يورو، فلذلك الدعم الدولي موجود للأردن في المرحلة المقبلة بشكل كبير، وهذا يعني يعطي يعني ثبات واستقرار في المؤشرات على المدى القريب، على المدى المقبل. نعم أستاذ سلامة، يعني بداية التأثرات في الأردن هي القطاع السياحي، هو ما ظهر على الواجهة، إلغاء يعني مئات وآلاف الرحلات والحجوزات في معظم الفنادق والمنشآت السياحية، وقلة زوار المواقع الأثرية المهمة والكبيرة في الأردن. يعني هل تعتقد أن الحكومة يجب أن تتحرك الآن لدعم القطاع السياحي؟ نعم، هناك تراجع في الحجوزات السياحية،
بنسبه 65%. وهذا القطاع قطاع مؤثر ورئيسي في جلب العملات ومحرك رئيسي في النمو الاقتصادي. الضغوطات التي يتعرض لها القطاع الان يتطلب من الحكومه تحركا من اجل توفير السيوله الماليه لاستمراريه هذا القطاع واعاده جذب ديونه نتيجه التوقف او التراجع في انشطته، حتى يستمر في المحافظه على العاملين لديه، حتى يستمر في المحافظه على استمراريه المنشات السياحيه، لانه هذا القطاع كان ينمو نمو كبير وحصلوا على تسهيلات ماليه من اجل مواكبه هذا النمو، واليوم تراجع فجاه هذا النشاط، ومن المرجح ان يستمر في التراجع اذا استمرت لا سمح الله الحرب لفترات طويله، ولذلك على الحكومه ان تقوم حقيقه باعداد برنامج لإعادة تبويب أنشطة هذا القطاع وحماية العاملين فيه والمستثمرين فيه. نعم أستاذ، توقعت في مقالتك أن أسعار النفط إن توسعت الحرب ستشهد قفزات كبيرة وجنونة في الأسعار، هل نحن الآن أمام حاجة لرفع المخزون الاحتياطي للمملكة من النفط؟ في حالة الحرب يعني أولا هناك عدة سيناريوهات، قد تكون أسعار النفط سترتفع بشكل جنوني، أيضا قد العدو الإسرائيلي قد يقطع الغاز الذي يقدمه إلى المملكة، هذه كلها تطلب من الحكومة خطة تحوط، أولا في إيجاد بديل للغاز من دول شقيقة وصديقة بأسعار مناسبة، اثنين على الحكومة وهي تعمل الآن على ذلك تعزيز احتياطاتها وإمداداتها من المشتقات النفطية لفترات أطول من خلال مخزون استراتيجي. نعم، بدي أشكر وجودك معنا الكاتب الاقتصادي سلام الدرعاوي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.